رمضان كريم والله أكرم على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج العائلة العراقية، برنامج يرهم كلش. وأكيد اليوم جوائز وهدايا مقدمة من شركات الراعية اللي هي أرجيلة ريتشمان الألمانية وفحم تمكوك الألماني ومعسل الفخامة الأماراتي، وأكيد مطعم بارلي. مطعم بارلي وجبة إفطار أو سحور لشخصين، منصور شهر 14 رمضان، وبراند أوتليت ومثلجات جيلاتو وزيون قروب للمكملات الغذائية وزيت أوركيديا للتجميل. طبعا اليوم حتكون الأجواء كلش حلوة يا شبابنا وأهلنا الطيبين بفقرات جميلة وحلوة. من ضمن الفقرات هي فقرة ركز وجاوب وفقرة تردد الكلمات ولعبة المحابس. نبدأ لكم بأول فقرة وهي فقرة ركز وجاوب. دائما يشاركوني بتصوير صهيب مؤيد وعلي الحسني، وأنا لكم بتقديم خطاب القصاب. ابقوا وياي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واكيد بدنا لكم باول فقره وفقره ركز وجاوب. برنامجنا برنامج العائله العراقيه، برنامج يرهم كلش. طبعا دائما تكون الاجواء كلش حلوه ويا ناسنا واهلنا الطيبين، لكن اليوم راح يكونون هنا فريقين. يعني فقره ركز وجاوب من الفقرات الممتعه، لكن قبل لا تجاوب اريدك تركز. لا تجاوب قبل اذا ما تركز، مو قبل انت راح تجاوبت ويطلع جواب خطا. مو الله يس، ما يستقرون جماعة تركية أبد. رمضان كريم علينا وعليكم. الحمد لله. شو اسمك؟ زهراء. بكيان ما أعرف. حياك الله. حياة أصلك في دول قلبك. أخبارك؟ الحمد لله ماشي حالي بخير. حياك الله. شونك؟ أهلا وسهلا. أخبارك حبيبي؟ ليش بالخير؟ أبو مصطفى. اسمك؟ قحطان. قحطان. وينك؟ صلاح. حمدان. نمير. اسمك؟ نمير. قد عمرك؟ انا 16. عندك طالع المول؟ اه. دنيا ليل. وين صغير؟ من مطلعك بيش وقت انت بهذا عمرك؟ ابويا. اه حلو. ابوك موجود وياك؟ تمام. هسه حلوين. تمام. قربوا لي ثاني. ركزوا. راح اسال. لا ركزوا على الاسئله. مقربوا حتى تجون يمنا. ركزوا زين حتى تجاوبون. هنا راح ابدي، راح اسالهم سؤال، اذا ما عرفوا لازم تجاوبون. متفقين؟ جاهزين؟ لا هنا 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 بالأخير. أين يوجد مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أين يوجد مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حاليا؟ لا سابقا. هو شنو حاليا؟ هو القصد يعني مثل ما نقول وين؟ فلسطين. فلسطين؟ عافية. وين؟ فلسطين. فلسطين؟ السعودية. السعودية؟ ها؟ لا بعدنا. بعدنا مصر. مصر حبيبي. والله انت تجاوب صحيح دائما. اهلا وسهلا. متاكد من جوابك؟ متاكد. وانت متاكد من جوابك؟ لو قالك شويه تغير. لا متاكد. متاكد. انا فلسطين. فلسطين. حبيت فلسطين. الجواب نفسيته السؤال. مصر. مصر؟ ايه. وين بمصر؟ البشا. من وين؟ البشا. بالشام. الجبلية. الجبلية. بعد الشام جبلية. وين اسكندرية؟ وين بالصعيد تفضيها؟ وين بالصعيد؟ اه حلو توياها. ام كيف؟ مكة المكرمة. مكة المكرمة لو سعودية؟ هي مكة المكرمة بالسعودية. انت ما حددت محافظة، قلت وين، مو صح؟ سعودية لو مكة نفس الشيء. نفس الشيء. مكة لو السعودية. هو قال السعودية بس ما حدد. إيران. لا إيران. لا شلون يرهم؟ مكة المكرمة. أيوة مكة أكيد. يرهم كلش. يلا مو مشكلة. اثنينكم جاوبتوا أوكي. السؤال هنا ركزوا أنتم بسرعة. تمام. ما هي نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ ثلاثة. اثنين. نسبة المياه في الكرة الأرضية. هذا شغلين البوري مالك متاع نفط. طحالب مرات يطلع عادي ما نفلتر. المطر. انت غششني. هذا غششني. لا هو غلط. وش دي غششه يطلع غلط؟ من هو زين؟ هو من هذا؟ زوجي. استقر يا رامبو، استقر استقر مع الفرق ولا عبد الحليم، استقر. ما هي ما هي نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ توقف هنا ما جيت يعني بعد خلاص. 73. 73%. 83%. ها 80%. 80%. بعد 90%. هسه ياها معدتين تريدين واكبتي راح تخسرينا. 100%.
نعم 100%. هاي الكره غرقت. طوفان 71 75% 75 شنو البدايه؟ ايش قلت؟ 73 لا 75 عافية عليك 75% صحيح مو؟ صحيح اي صحيح. شو كنت صحيح صارت؟ خطأ. يلا دقيقة. ما هي نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ 76% 76% هذا العراق كله غرق. 75 عافية. ثلاثة أرباع 71 هذا نصه غرق. لا لا 71 71 واليابس 29. لا لا مو 71 صحيح. وانت قلت 71 صحيح. ايش تقول لي صحيح؟ خلينا احنا نقول. هو جاوب. تعال امي تعال تعال تعال. بس انت جاوبتي على سؤالين وتجاوب السؤال وتجاوب السؤال. هذا السؤال انت شنو؟ 100% انت 100% هذا العراق غرق. الدولة كلها غرقت. تمام. هسه ناركزوا طبعا هسه ركزوا. الجوائز هواية. هدايا هواية. هذا السؤال ما تجاوب مو دمرت حالي انت تجاوب. انت شطتني. ما هو وين تتباوع؟ ما هو الشيء الذي كلما ذبحته بكيت عنه؟ البصل. شنو هو؟ بصل. بس البصل اذا ذبحته تبكي؟ اي طبعا. بس البصل؟ اي هسه تشوف غيري انا البصل. معقول؟ لا دقيقة يعني هسه احنا اي شيء نشوفه قدامنا مذبوح بننقهر عليه؟ هو بنت ذبحها عيونك الدم. اذا ذبحته انت دمك. بصل بصل بصل. تريد تغلطنا؟ بصل بصل ثوم عمي. ها بصل شي اكيد. بصل اي تقطع تقوم تبكي عيونك كذا معي. هو انت شو بتشتي؟ وانت شو تبكي؟ بصل بصل. تعال عيني وين رحت يمك؟ ها بصل. اكيد هو جواب صح. جواب بصل. واحد معكم واثنين معكم حياخذون الهديه. يا اما انت جاوبت على سؤالين يا اما انت جاوبت على سؤالين. ماشي انت ليش الله دقيقه تفوزين. هذا اخر سؤال حتى شوف ناخذ الهديه وياي. هاي حزوره. انا الشيء الذي ليس له عين ولا راس. حزوره. من انا؟ من انا؟ اي والله عصفوره تون جميله غير يستقر. ها تعرفون ولا لا بسرعه؟ وسواس. لا الحزورة الحزورة الحزورة. أنا الشيء الذي ليس له عين وله رأس. دقيقة اطلع لي هناك شوية. لا عين ولا رأس؟ لا عين ولا رأس. شيء ما لا عين ولا رأس. دمبوس. شنو هو؟ دمبوس. نعم دمبوس. تعال 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 ممكن تعال تعال. شنو هو؟ دمبوس. شلون الدمبوس؟ لان هو بي الى راس وما له عين. بعد غني. لا 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 شغل. ما حافظه. لا 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 شغل. زين عندك هدايا الموجوده راح اعدد لك اياها تختارين هديه واحده من عندهن. يا اما ارجيله رجمان يا اما الباكج مال ارجيله مع عسل الفخامه او فحم توم كوكو باكج كامل او زيت اوركيديا للتجميل مثلجات جيلاتو مطعم بارلي براند اوتليت او زيونا جروب. مراكز تجميل لا شكرا. مطعم والجيلاتو اني دايت. فنختار النرجيله بما انه احنا مثبتين. هو دخنة. ها تستاهلين ارجيله رجمان. مبروك عليك تستاهلين. اعطيني هاي الارجيله. هاي ارجيله ارجيله رجمان تستاهلين مبروك عليك. خو ما حكيت تروحون هيك شيء. انت اللي جاوبت على سؤالين تستاهل تعلمي. وهاي هديه الرياضي طبعا. اعطيني زيونا جروب للمكملات الغذائيه. هذا اوميجا 3 تستاهل مبروك عليك. الله يوالديك يا حبيبي. هاك روح تاخذ حبايتين طب ليرموك. لا لا شغل ياك الله حبيبي. شكرا. نروح فارغين. نروح فارغين. اي لقيت مركز تجميل طبعا. بس المفروض تنطوها قارب على النسبه مال المي اللي قالتها لانه راح يجينا الطوفان. هذا القارب يوم واحد وعدكم وعدكم بصندوق مي وما جاكم. اعطيني مركز تجميل تستاهلين. هاي مقدمه من زيت اوركيديا للتجميل مبروك عليك وحياك الله. مشاهدينا الكرام اكيد بعدنا مستمرين وياكم. ننتقل لكم الى ثاني فقره من برنامجنا برنامج جرام كلش وهي فقره تردد الكلمات السريعه. ابقوا وياي. We'll be right back.
الحمد لله. بس بالخير بسرعه. احمد. وانت؟ سجاد. كرار. فيصل. حياكم الله اربعه حبيبي. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك. شلونك؟ الحمد لله. اسمك؟ محمد. وانت؟ علاء. علي. كرار. حياكم الله، شلونكم؟ راح ابدا وياكم. راح اعطيكم جمله. الجمله لازم واحد معكم يقولها صح سبع مرات ياخذ جائزه. عمي خمسة. ستقولها تمرتين وانا قابل. قل لي، سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما شط سدنا. يمي هاي يمي. كمل كمل، عندك فرصتين بسرعة. ارجع يدليها. يمي ضلعت. سدينا شط السيد والسيد ما سد شط. اقدر اقراها؟ ها؟ اقدر اقراها؟ لا. سدينا شط السيد والسيد ما شط سدنا. شنو؟ سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما شط شطنا. خمس مرات. يلا. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما شط شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما شط شطنا. سدينا شط السيد والسيد ما شط شطنا. خلاص خلاص. سدينا شط. دعشنا قرب. سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا. 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 يلا. هنا الجملة نفسها غير؟ لا غيرها. زين. خمس سمكات في كيس طازج. خمس سمكات في كيس طازج. كيس. كيس. يلا. خمس سمكات في كيس طازج. خمس سمكات في كيس طازج. خمس سمكات في كيس طازج. خمس سمك. خمس. خمس سمكات في كيس طازج. خمس. هاشيان. هذا صافي ترى. والله عاشت ايدك. عاشت ايدك. اوقف. لا عوفه خلي يقولها. امان طلع بس عوفه. هو واحد اللي حيسحق فيها. يلا. خمس سمكات في كيس طازج. 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 خمس سمكات. خمس سمكات. خمس سمكات. سمكات. يلا. خمس سمكات في كيس طازج. خمس سمكات في كيس طازج. كيس. كيس. خمس. خمس. خمس سمكات في كيس طازج. خمس كم. خمس سمكات. تعال. أقف لي هنا. دقيقة. دقيقة. لا لا. هنا جاوب. هنا جاوب. بس ما طيتني فرصه. حق الله ادري حق الله شنو هو استدرى ترى ويا كاني ترى خسرك. لا على العراق اخسرك. اخسر ولا لا على العراق بعد كيفك. طيب كيف اسمع على العراق هسه حطيت جمله من انت قلت اني بين زين. يلا الجمله حتكون الك واله ولك اللي ما طيتني فرصه. لا انت فرصه زين فرصه هي جاوبت. يلا يلا قول لي خميس الخباز. خبز. خمس خبزات بس ثمانيه. خميس الخباز انت قلت سؤال. خميس الخباز خبز. خمس خبزات بسرعه. خميس الخباز خبز. خمس خبزات. سبع مرات على السريع. خمسة. سبعة. مو علي علي بخمسة والله. لا سبعة صعبة والله صعبة. هو خميس الخباز خبز. خمس خبزات. خميس الخباز. مو على السريع. خبز. خمس. بس دقيقة علي علي. راح خبزة كبر. علي علي من تخبز. ضلعي. من تخبز. ترى صعبة. وأنا شقيق ضلعي. خميس الخباز خبز. خمس خبزات. 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 راح أحصل لك شنو يضلعي. غلبتك بعيد. لا 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 والله قلت هو عيده عيده بالفار. وين الفار؟ لا لا خميس الخباز خبز. خمس خبزات. 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 كل الجو طلق.
ضلعت خميس الخباز خبز خمس خبزات 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 خميس للصبح وياك حتى الواحد فزت هو خسر تعال شيك عمي ناد شين اخوي حبيبي لا 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 تعال يلا يلا شنو خميس الخباز خبز خمس خبزات خميس الخباز خبز خمس خبزات خميس الخباز خبز خمس خبزات خميس خبز خبز تعال تعال بس وقف 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 شنو لا هو قال يا اخي كمل لا والله خميس الخباز خبز خمس خبزات 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 عسل اكل اخر فرصه لك خميس الخباز خبز خمس خبزات 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 تعال ارجعوا لي شويه شباب بس ارجعوا لي شويه ارجعوا لي تعال علي تعال علي ضلع الضلع اعطيني هديه ارجيل ارجيل ريتشمان بسرعه ارجيل ريتشمان بعد او باونتي اسماعيل هدايا الاخ مطعم شيء مو قلت مطعم انت شو رطو جبت لي غلبت حق لو مو حق غلبت تستاهل هاي ارجيل ريتشمان شكرا جزيلا على اخي باي باي تعلمي تعال اعطيني باكج هذا باكج باكج تستاهل ومبروك عليك يعني فول لك هذا الباكج بعد شو تريد هذا مقدم فحم توم كوكو عسل الفخامه الالماني والاماراتي مبروك عليك تعال يمي هنا انا الارجيله ماكو ارجيله تعال هنا يمي تعال يمي تعال بخر شو يا حبيبي شو يا قلبي تعال حبيبي هاي انتوا اثنينكم سوا لا كل واحد واحد كل واحد واحد انا من اهل الخطار عندكم من البصره يا ابي انت مين من البصره طيب مثلجات جيلات تستاهل ترى هي مهم المشاركه يعني دعنا من الهديه والله تستاهل يا حبيبي تستاهل هاي منصور شارع 14 يا معود اعطيني انا شو هذا اعطيني منصور اعطيني زيون جروب اصبر هذا اوميجا 3 بسرعه علي تستاهل مبروك عليك تحياتي لك شو اسوي؟ ازم اعطيني هذا خذ هذا يلا بدل بدل اعطيني الهدايا شكرا لك تحياتي لكم مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى ثاني فقره من برنامجنا برنامج رام كل شيء فقره المحابس ابقوا وياي
مشاهدينا الكرام اكيد هسه بدينا بلعبه المحبس. خلينا نشوف هنا الفريقين اللي راح يبيتون المحبس، وخشبنا راح يطلع المحبس ببرنامجنا، برنامج يرهم كلش. جاهزتوا؟ من راح ينزل بكم يطلع المحبس؟ يلا انزل انا. شو اسمك؟ كرام. تعال كرام. ها جاهزين؟ ارجعوا لي شويه. جاهزين. انزل. افرزوا شباب. افرزوا. لا واحد واحد شلون؟ افرزوا. واحد افرزوا. عادي عادي. راح اجي عليكم افرزوا. راح تنزل عظمه عظمه لو تنزل على واحد. لا عظمه عظمه. عظمه عظمه. طق. طق هاي. فوز. طق هاي. بات. بات. بعدك يا الله اي والله هنا ولا حينزل بكم انا تنزل انت شو اسمك بالخير حيدر شو اشتغل حيدر والله كاسب كاسب يلا حيدر هاك المايك حيدر يلا حيدر احسن بيتي ايوه طق هاي طق هاي لحد هسه حلو اللي كان بيده المحبس ست ثلاثة صارت ثلاث عظمات ثلاث عظمات افتح هاي افتح هاي عندك عظمتين اويلي ابو شنب شلونك؟ يلا فرزوا له فرزوا له واحد يلا اخذ من النص اثنين ثلاثة جيبه والله ايش مربك يهزل ما في ثاني يلا شباب بيت المحبس بسرعه اخذ جاهزه اتخذ الجاهزه وياي يلا جاهز جاهز يلا بات شو اسمك عبد اللطيف عبد اللطيف يلا يلا شباب بلا فرز اللي كان بيده اللي كان بيده المحبس ايه العظمه كانت بيها طقها واحنا ثلاثه شنو هاي؟ اللي كانت بيدي المحبس خلاص يلا انزل اعطيها ابو شنب اتهم طقها ابو شنب مو راح اعطيها افرزي لك جيبه انا يمك انا شعليه انا شعليه شباب هسه فين فازوا وياي؟ هسه بيت المحبس بسرعه شباب بيت المحبس خلي جنبكم المصور دقيقه خلي جنبكم زين شباب منو بعركز وياي اي صار منو بيكم راح ينزل يطلع الخطار علينا من اقليم كردستان الخطار ماكو يلا خطار ينزل تعلم شو اسمك خالد خالد من وين من الاقليم من زاخو من زاخو اي باو اي تعرف هذا عاط فيك بالبوت طيرك رجعك الو عوفك يلا وقت البرنامج ما يصير اتخذ بعدين براحتك يلا هاك المايك ايش اقول يلا يلا طلع المحبس عوف واحده ابرز ايدك هذا قلب هذا قلب ايش تسوينا هاي دقيقه ما ادري واحده ابرز ايدك ادري يا سيدي يا شبي يا شبي بيجيب لا بس هاي قلب افتح هاي ما بيها افتحها ما بيها ما بيها ما بيها زين هو من الكردستان وانا من البصره خلينا نتعاون وياه شنو يلا لا ما يفتح ايدك هم اخويا هو يجب يجب يجيبك ما في شيء يجب خل عاونه ها يجب يدونينا علي بالله بكر ابن بكر افتح ايدك لا عوفه ما بيها هاي لا عوفه تقول لي تشابي ثلاثة دو هذا قلت إيه هذا عصبي صار بس ارجع دقيقة تعلم بدي تأخذ سلف لك وش الشو فيك ليش عصبي أخذه أنا أخذه أنا أخذه قبل أخذه قبل أخذه ولا ما أخذت المحبس قبل أخذه يا عتنزع على واحد طق الميتة طق الميتة من أنت أقول لك طق الميتة أفرز 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 فك هاي فك الثاني فك الثاني تلعب أفرز الثالث فوكي تلعب والله والله تلعب يلا تلعب شجاعك يلا وي عيونك يا ابو السجود تعال تعال انا شو حبي بيت المحبس تعلم شو اسمك تعلم فيصل فيصل شو اسمك انا محمد حمودي جاهز جاهز انزل يا بريد لنا صحت بيها فرز فوكه
اقعد. تلعب. تلعب صاحبي. يلا. فكه. بات. والله عاشور. من بيكون بعد بقى؟ خلاص. خلاص. حلو. تعال امي. اعطيني ارقيله رشمان. هلي. تستاهل. في دول وجهك. ارقيله رشمان. بسرعة. تعال. ابو استجواب. تعال امي. تستاهل فدول قلبك هديه لك رجمان مبروك عليك يا حبيبي على الشعب العراقي كله ان شاء الله تستاهل مين طلع بكم من محبس النار لا لا ثلاثكم طلعتوا لا لا انت ويا متزوج لا ليش بعد من وين انت من كربلاء والله مو منا يا بوي يا بوي تستاهل هاي مقدمه من براند اوتليت قسيمه شراء ابو جعفر منصور رحم الله والديك مشكور رحم الله والديك مبروك عليك تستاهل اعطيني براند اوتليت تستاهل وطيني اريد هاي اريد هاي من هاي نرجيله ماكو ارجيله اكو باكج اكو باكج اعطيني الباكج اعطيني الباكج اعطيني الباكج مو مشكله اعطيني الباكج تستاهل والله اهم شيء المشاركه اعطيني تستاهل حبيبي زين هاي هديه لك ووالدتك تاخذ والدتك بشرط ان شاء الله اعطيني مطعم بارلي تستاهل هاي هديه وجبه افطار او سحور لشخصين مطعم بالي منصور شهر 14 رمضان تستاهل مبروك عليك وحياك الله مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج يرهم كل شكرا الى شبابنا وعوالنا العراقيه واكيد اقول لكم الى اللقاء